أنا شاب من الله علي بالهداية، وكنت أصلي وأصوم وحجيت مرة واحدة فقط، واستمريت على هذا الحال عدة سنوات، ولكن رفقاء سوء كانوا سببا في غوايتي، فمشيت معهم حتى انتكس وتركت الصلوات، ولكن لم أتركها بالكلية، وإنما مرة صلاة العصر ومرة المغرب ثم أتوضأ وأصلي وهكذا. سؤالي، ماذا علي أن أفعل؟ هل أعيد الحج أم أن حج الأول يكفي وعلي بعض الأيام في رمضان؟ هل أعيدها أم أن عملي بطل وحبط نظرا لتلك الصلوات التي كنت أتركها؟ أيضا هل أعيدها؟ وجهوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل، والله يتوب على من تاب. وحجك الأول صحيح إن شاء الله، إذا تبت رجعت إلى الله عز وجل فإن حجك صحيح على الراجح من قولي العلماء، وكذلك صيامك وسائر أعمالك التي كنت تفعلها قبل الانتكاسة، فإذا تبت إلى الله ورجعت إليه عادت إليك أعمالك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والجلساء الشيخ صالح بهذه المثابة، والجلساء بهذا التأثير، لا بد لكم من تعديل، وعليك باجتناب جلساء السوء وكل وسائل الشر ووسائل الفتنة، عليك باجتنابها، لأن ديننا جاء بسد الذرايع التي توصل إلى المحذور، عليك باجتناب كل وسيلة تؤدي بك إلى شر، ومن أهمها الجلساء. لا تجالس إلا الصالحين الطيبين الذين تكتسب من مجالستهم الخير. نعم.